رسايل رحمته حواليك تابعها وخد أمل منها وغلطت اللي كان قبليك دي ذكرى تستهديك طول ما لسه الروح في جسمك تولما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فتره الثمانينات والتسعينات عشنا فتره صحوه اسلاميه وشفنا هدايه ملايين من الشباب المسلم، شباب بيتوقف عن الشرب والتدخين وبيرتدي المساجد وبيتعلم تلاوه القران، ونساء بتتوقف عن ارتداء الملابس الكاشفه وبترتدي الحجاب. انا من ضمن الناس اللي توقفت عن الحاجات الغلط اللي كنت بعملها وبدات اركز في اني اتعلم ديني. لما كان سني حوالي 23 سنه. هذه الفترة كان فيها دعاة لهم مظهر مختلف عن المظهر المعتاد اللي هو مظهر الشيخ اللي بلحية طويلة ولابس عمامة وتوب وحاجات كده هؤلاء الدعاة اللي سموهم الدعاة الجدد كان لهم بلا شك أثر كبير في هداية الناس لكن كان في حاجة تانية منتشرة وكان ليها دور كبير جدا في عملية التأسيس وهي الدروس اللي في البيوت الشباب كانوا بيتعرفوا على بعض في المساجد وهما بيستمعوا لهؤلاء الدعاة الجدد آه في وقتها طبعا كانوا جدد يعني ثم يدعوا بعض الجلسات خاصة في البيوت بيكون فيها دعاء أصغر شوية أقل شهرة ما يكونش فيها دعاء خالص ممكن والشباب يبدأوا يمشوا على منهج واضح علشان يساعدوا بعض يحفظوا قرآن يقروا تفسير آه ومعاه كتاب من كتب السنه السهله زي الاربعين النوويه مثلا ياخدوا كتاب فقه سهل زي فقه السنه للشيخ سيد سابق ودروس في البيوت الدروس دي شكلت جيل كامل كتير من الشباب اللي عرفهم اللي اهتدوا من خلال الدروس الاسبوعيه في المساجد لم يثبتوا مش ارتدوا عن الاسلام لكن رجعوا لارتكاب المحرمات تاني رجعوا يتهونوا في الصلاة وفي العبادات تاني لكن معظم من لم يكتفوا بالدروس العامة في المساجد وجلسوا وواظبوا على الجلسات الخاصة في البيوت ثبتوا النهاردة في ظل التضييق الأمني على الدعاء والمشايخ وانتشار الباطل والتشجيع الحكومي للباطل لم يصبح لدينا بديل عن العودة لهذه الجلسات الخاصة في البيوت والتاريخ يعيد نفسه، المسلمون من بني اسرائيل من اتباع موسى وهارون، لا نقول اليهود بل المسلمون اتباع سيدنا موسى من بني اسرائيل اسماهم القران مسلمون، وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. بني اسرائيل تعرضوا للتضييق من فرعون برضه، ومنعهم من ممارسه شعائرهم في مساجدهم ودور العباده بتاعتهم. واللي يحاول يظهر عبادته علنا يصبح في خطر كبير ماذا قال الله سبحانه وتعالى واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين واجعلوا بيوتكم قبله هي دي الروشتة اللي أنا بكتبها النهاردة ولكم أن تأخذوا بها أو لا تأخذوا بها كونوا حلقات من ثلاثة إلى خمس أفراد يوم الرجال تجتمع والنساء تقعد بالأطفال ويوم النساء تجتمع والرجال تقعد بالأطفال ويكون عندكم منهج تدرسوه منهج خفيف واحد تعلم التلاوة نص ساعة اتنين خلي بالكم التلاوة مهمة جداً لإنها بتخليك تستمتع بقراءة القرآن اتنين القراءة في كتاب من كتب السنة زي الأربعين النووية آآ آآ هذه الحلقات ذات المنهج الخفيف اللطيف ممكن يدعى ليها ناس جديدة لسه على أول الطريق أو لسه مش على الطريق أصلا مثلا واحدة مش محجبة تدعيها وتقول لها تعالي احضري معانا حلقة القرآن وتنبهي على على زميلاتك ان محدش يستفزها ومحدش ي ي ي ي يتفزلك ويحاول انه ينصحها بالحجاب علشان ما يحرجهاش بلاش كلام في الفقهيات ولا الخلافيات ولا السياسة قدام الناس الجديدة دي خالص اي حاجة ممكن تفرق مفيش داعي منها مفيش مسلم يا جماعة بيعمل حاجة حرام الا وهو عارف انها حرام فهتروح تقول للمسلم ده حرام مش هيجي لك تاني مش هيجيب معاه نتيجه اصلا هو عارف انها حرام كل اللي انت عملته هو انك خليته يقرر انه ما يجيش تاني الجلسه بتاعة القران المسلم لما بيقرب من ربنا ويحب الله يزداد في قلبه بيبحث من نفسه عما يرضي الله ويعمله ويبحث من نفسه عما يغضب الله ويتوقف عن ارتكابه كنت في المدينة المنورة من حوالي عشر سنين فبعض الداعيات طلبوا مني أديهم درس في بيت وسألتني واحدة عن كيفية دعوة النساء غير الملتزمات بالحجاب قلت لها لو أنت ماشية في مول ووجدتي واحدة فاتحة العباية والجينز باين وشعرها باين وطبعا أيامها كان في عباية يعني وقررت أنك تدعيها هتعملي إيه؟ قالت لي اللي اتعلمته اني اروح اسلم عليها واقول لها يا اختي الموت اقرب ليكي من باب رقم اربعه باب المول يعني قلت لها طب والطريقه دي بتجيب نتيجه؟ قالت لي بصراحه ما بيجيبش نتيجه قلت لها انا لو مكانك وانا امراه هروح اسالها السلام عليكم اختي معلش هسالك سؤال الجنز بتاعك ده حلو قوي جبتيه منين؟ لانه عاجبني بس انتم طبعا يعني انا يعني انتم بتلبسوا جنز لازواجكم وبتلبسوا في بيوتكم خلاص اساليها وده ممكن يجر كلام وبكام ومحل ايه طب مش كان في الوان وهكذا وبعدين اقول لها على فكره احنا مجموعه بنات وبنقعد آه كل يوم ثلاث آه جلسه قران جميله جدا مدتها ساعه الا ربع ما تيجي تجربي تحرميش نفسك والله من المتعه دي تنبسطي جدا يا ستي لو ما عجبكيش ما تجيش تاني اقنعيها انها تيجي وبعدين نبهي على الاخوات ان ما حدش يكلمها في الحجاب خالص خلونا ندعو الى الله بذكاء قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني كل قل في القران يعني قل يا محمد ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام قول قل هو ده سبيلي يعني ده طريقي هذه سبيل قل هذه سبيلي ده طريقي ايه بقى طريق النبي ده ادعو الى الله يبقى الدعوه هي طريق النبي على بصيره يعني ادعو بحكمه لان في دعوه بدون بصيره دعوه بغباء تؤدي الى التنفير لما الشخص الجديد ده يجي جلسه القران ويتعلم حكم التلاوة والمرة اللي بعدها يتعلم حكم تاني والمرة اللي بعدها يلاقي نفسه أو تلاقي نفسها بتتحسن في التلاوة وتبدأ تتلذذ بسماع القرآن من لسانها هي ومن بقاها هي ما كانتش تتخيل انها تعرف تقرا قران قبل كده وبعدين تبدا تسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كفايه جدا شويه شويه سيقترب المسلم وتقترب المسلمه من الله ويبدا يتغير من نفسه طيب لو احنا وحدنا ودي جلسه جلسه للتدارس والتعلم ومش بنجيب لها ناس جديده ممكن نزود على الكتابين دول كتب اخرى اه أنصحكم كتاب السيرة للدكتور محمد علي الصلابي أفضل كتاب في فقه السيرة أنصحكم بكتاب كيف نتعامل مع القرآن العظيم للشيخ القرضاوي وكيف نتعامل مع السنة المطهرة للشيخ القرضاوي أيضا كتابين من أهم ما يمكن خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي مسلمون ثوار للاستاذ الدكتور محمد عماره وطبعا كتاب اقباط مسلمون قبل محمد للعبد في الله ممكن مره في الشهر نتقابل كلنا بزوجاتنا واولادنا ونعمل ديش بارتي يعني كل واحد جايب طبق ده بينمي مجتمع فيه الحب في الله ويكون فيه متنفس لينا بعيدا عن الموبقات اللي انتشرت في المجتمع خلوا بالكم من الاجواء اللي ربنا امر فيها المؤمنين انهم يجعلوا بيوتهم قبله هي نفس الاجواء اللي بنعيشها حاليا. فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومنهم وملئهم يعني شباب من قوم فرعون نفسه امنوا مع موسى وهم في حالة خوف من فرعون والملأ بتاعهم اللي هم مجموعة الكبراء اللي حوالين فرعون اللي بيوشوا بأسماء الناس خايفين من ايه؟ خايفين ان ان يفتنهم آآ 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 يعني خايفين ان هم من الفتنة في دينهم ان يفتنهم وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين بيزودوها بيبطشوا بإجرام فخايفين إنه يفتنهم كان يعتقل وكان بيخطف وبيخفى قسريا وبيقتل فقالوا إيه بقى إيه فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الاجواء قريبه جدا مما يحدث للمسلمين اليوم في بلاد كثيره من بلاد الاسلام التي يحاول فيها الفراعين طمس الهويه الاسلاميه والحل في القران اجعلوا بيوتكم قبله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واذا كنت بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تضغط على زر الاعجاب لايك او ديسلايك لو ما عجبتكش الحلقه وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل الفيديوهات بتاعتنا اوتوماتيك و انشر الفيديو ده على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بيج على التويتر اكاونت بتاعك علشان ننشر الوعي بين الناس اجعلوا بيوتكم قبلة السلام عليكم سايل رحمته حواليك تبعها وخد أمل منها اللي كان قبليك لذكرى تستخدين. طول ما لسه الروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى قادم.